الدوار ديال تيم دغاس جهه الغابه، وحنا واخا اللي كنوجدوا كنوجدوا في الاول كنجدوا التبن، خصو يكون عندك تبن، خصو يكون عندك داك الشيء اللي غيكونوا الماء الماء المواشي، حيت هذه المنطقه جبليه بزاف وكيطيح فيها الثلج بزاف، كيكون البروديه بزاف، كنوجدوا في العواد، كنوجدوا في الحوايج اللي غادي يكون خاصين في وقت البرد، حيت وقت البرد ملي كيكون الثلج كيطيح كتكون شي القضيه بارده بزاف وقاسحه، ولا الحمد لله الحوايج اللي اللي خاص ضروري تكون ما تقلش منها، الحاجه اللي غتاكل البهيم الا عندك النعاج والبهيم وهذا الشيء، كيخصو يكون عندك تبان والعلف ضروري يكون، واخا كان غالي ماشي ضروري، خصك يكون عندك البال، يكون عندك مجهد ودقيق وسكر والزيت وهذا الشيء خصو يكون، حيت كيكون الثلج كيكون الطريق مقطوع واحد النهار ولا نص نهار، ولا كتكون واخا تبغي تمشي راه كاين البرد بزاف وكاين صعوبات، وين الحمد لله السلطات راه كيقوموا بالواجب ديالهم. العود اخويا الغابه كاينه حدانا، واخا حنا ما كنقيسوش في هذا العواد الخضر ممنوع علينا نقيسوا شي حاجه خضراء، وين كندخلوا للغابه ما كاينش اللي كيهضر معانا الحمد لله، ما كيعمرو شي واحد هضر معانا على العواد، كنجيبوا العواد اللي يابسين بحال هادو اللي يابسين كنجيبوهم كنديروهم في العافيه وحنا كنسخنوا، الا ما كاينش العافيه راه ما كاين والو، حيت هذه المنطقه جبليه وبارده بزاف. نوجدوا العواد سيدي قبل ما تجي، قبل ما يجيش الثلج، كنوجدوا الدقيق الزيت التاك كلشي هذاك الشيء اللي غيخص الدار راه كنوجدوها قبل ما يجي الثلج، والحمد لله راه كان وجدوا كل شيء، وكان جلسوا في الدار الا تقطع الثلج الا تقطع الطريق راه ما كان مشي لتا بلاصه، راه كاين واخا حلو طرقان راه كاين البرد بزاف ما كان مشي لتا البلاصه، حتى يدوز شويه وعاد ولني كاين كاين كل شيء الحمد لله موجود، كان مشيو لتحو الحانوت وراه كان تقضاو ونرجعوا، كاين السلطه المحليه كتحل الطرقان والحمد لله الحمد لله، الا ما كاينش الثلج ما كاين والو، حنا الا ما كاينش الثلج عندنا في العام راه ناقص، لا ما كاينش الثلج راه ما كاين والو، علاش الناس راه كيسقيو من البيور، الا ما كاينش الثلج راه ما كيكونش الماء